جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كنت جاهلا ولا أعرف شيئا، وواقعت زوجتي في نهار رمضان وأنا صائم، وكذلك هي، ولكنها لم تكن راضية. ماذا علي الآن وماذا على زوجتي؟ هل عليها شيء رغم أنها غير راضية؟ جزاكم الله خيرا. هذا أمر محرم شديد التحريم، الجماع في نهار رمضان من الصائم جريمة كبيرة وخطيئة عظيمة، عليهما أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، وأن يقضي هذا اليوم الذي وقع فيه الجماع، ويجب على كل واحد منهما الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وكونها غير راضية لا يكفي، لأنها تستطيع أن تمتنع منه، إلا لو أكرهها إكراها لا خيار لها معه فإنها تكون معذورة. أما مجرد أنها غير راضية فهذا لا يعفيها من الكفارة والقضاء والتوبة إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل عليها أيضا الكفارة كما تفضلتم شيخ صالح؟ نعم، عليها مثل ما عليه. اللهم استعان، اللهم استعان. حد الإكراه كيف يكون، أو حد عدم الرضا شيخ صالح؟ حد الإكراه أن لا يكون لها اختيار في التخلص منه، فإذا هددها أو أمسكها تغلب عليها أو أوثقها بوثاق ثم فعل ما يريد، هذه مكره. أما مجرد أنها لم ترضى فهذا لا يكفي. نعم. هل عليها أن تغلق على نفسها بابا أو نحو ذلك؟ نعم، لها ذلك، لها أن تمنعه بأي وسيلة. نعم.